بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الحديث الثاني من الباب الخامس من الكتاب 48 كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. قرأنا الحديث الأول، واليوم نقرأ الحديث الثاني بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، الإمام مسلم في صحيحه، الحديث 57 بعد 906,000. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. يعني هيبقى نسبة الذكور للإناث 1:50 بسبب كثرة الحروب في آخر الزمان التي تستهلك الرجال وتستنفذهم، كثرة الحروب. يرفع العلم، عرفنا، بقبض العلماء، وهذا واقع، لا يموت عالم ويأتي مثله، كل اللي يأتي يأتي بعده أقل من الإيه من الذي مات بالتدريج كده. ويظهر الجهل، طبعا مقابل رفع العلم أنه يظهر الجهل، ويفشو الزنا، وهذا هو منتشر بكل صوره، زنا البصر وزنا السمع وزنا الجوارح وزنا الفرج، كل أنواع الزنا منتشرة خصوصا في بلاد غير المسلمين، حتى أنها صارت تجارة وبضاعة، وانتشر أيضا في بلاد المسلمين بسبب انتشار السلوك اليهودي والنصراني، كما قال النبي في الحديث: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذ بالقذ. فإذا انتشر عندهم خلق انتشر في بلاد المسلمين، إذا انتشر عندهم مرض ينتشر في بلاد المسلمين، إذا انتشرت عندهم عادة تنتشر في بلاد المسلمين بسبب سهولة الاتصال، وبسبب أنهم يقودوا وجدان الناس من خلال وسائل الإعلام المختلفة. ويفشو الزنا ويشرب الخمر، والآن الخمر له أسماء كثيرة، ويذهب الرجال وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد بسبب كثرة الحروب. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر حاء قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة وأبو أسامة كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث ابن بشر وعبدة: لا يحدثكموه أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمثله. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع وأبي قال: حدثنا الأعمش حاء قال: وحدثني أبو سعيد الأشج واللفظ له قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل، والقتل هو الناتج عن الفوضى. فالهرج أصل معناها الفوضى اللي احنا يقولوا عليها الفوضى القلق، التي ينتج عنها عدم وجود نظم تحكم بين الناس فينتشر القتل. فكأن النبي عرف القتل الهرج بما يؤول إليه وهو كثرة القتل، لكن هو أصله الفوضى. وإحنا يقول لك الأمريكان يقول لك الفوضى الخلاقة بقت منتشرة في كل حاجة، وكأن النبي تنبأ حتى بما يقوله الأمريكان، لأن هرج يعني إيه؟ يعني فرق الشيء بغير إيه؟ بغير ترتيب، يعني فوضى. فالهرج جاية من الفوضى التي تؤدي إلى عدم وجود سلطة حاكمة بين الناس تحكم بالعدل فينتشر القتل والعدوان كما هو واقع الآن، فتضطرب الأمور. فنسأل الله أن يسلمنا. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال، طبعا عبد الله هنا اللي هو عبد الله بن مسعود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سليمان عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث وكيع وابن نمير. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما وهما يتحدثان، فقال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، يعني مثل الحديث السابق اللي إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. كل دي أسانيد كلها مقوية للحديث الأول. وعن أبي قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان. وتقارب الزمان معناه تقارب المسافات، تقارب الزمان معناه تقارب المسافة، لأنه لا زمن إلا بمكان ولا مكان إلا بزمن لارتباطهم ببعضهم البعض. فتقارب الزمان معناه المسافة التي كانت تقطع في شهر أيام النبي صلى الله عليه وسلم الآن تقطع في ساعة أو ساعتين بالطائرة، فيبقى ده تقارب الزمان، يعني ما كان يقطعه أجدادنا في شهور نقطعه الآن نحن في ساعات معدودة. يعني ممكن إنسان يصلي الفجر هنا في مسجد الأشراف ويركب طيارة يروح يصلي الظهر هناك في الكعبة، ويركب طيارة هناك من جدة بعد ما يصلي الظهر يروح يصلي العصر في الكويت، وبعدين يركب طيارة من الكويت يروح يصلي المغرب في العراق. طب هات انت واحد أيام النبي بقى كده، فهو في يوم واحد اهو يصلي كل فرد في بلد شكل، هات كده واحد أيام النبي يطلع كده من مصر يروح في الكعبة ويطلع من الكعبة على الكويت ومن الكويت على العراق، عايز له ستة أشهر، عايز ستة أشهر. إنما دلوقتي في أقل من 12 ساعة أو في 20 ساعة، يبقى تقارب الزمن. هو يبقى الزمن متعلق بالمسافات اللي تقطع، لأن كانوا يضربوا المثل في المسافة بالزمن أيام النبي، يقول لك مسيرة 40 يوم، مسيرة شهر،
يعني كأن بيحسب المسافه بالزمن. فما النبي يقول يتقارب الزمان معناه ايه؟ معناه تقارب المسافات، معناه وسائل المواصلات تكون سريعه بحيث ان الانسان يقطع في يوم ما كان يقطعه غيره في شهور طويله. مش معناه ان الساعه تبقى 10 دقائق، لا. مش معناها ان الدقيقه تبقى اقل من 60 ثانيه، لا. مش مساله كده، مساله زي ما احنا عايشين كده. تقارب الزمان معناه تقارب المسافات، اصبح العالم كله كقريه واحده. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بما نحن فيه الان بالضبط. يتقارب الزمان، وده برضو يفسر لك حديث الدجال ان اول يوم كسنه، يعني يقطع مسافات تقطع في سنه ايام النبي، اعملها في يوم واحد اول يوم من ظهوره. يعني يزور بلدان ويظهر فيها ويظهر فتنته في اول يوم كسفر سنة في أيام النبي، وتاني يوم كشهر. يعني إيه؟ يسافر سفرات كانت تقطع في شهر يقطعها في يوم واحد، وبعدين تالت يوم كأسبوع، سفرات اللي تقطع في أسبوع يقطعها في اليوم التالت، ثم ينتشر فتنته بقى، مش محتاج يسافر، وبقية الأيام كأيكم هذه، يستقر أمره بقى ويقعد 40 يوم فتنة الدجال. فهمت بقى؟ مش يوم كسنة، يعني إيه؟ لدرجة إن الصحابة استعجبوا، قالوا طيب يا رسول الله اليوم اللي سنة ده هنصلي فيه فرائض يوم واحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال قدره له قدره، يعني حسب الشمس قدره له إيه؟ قدره. فأنتوا ماشيين زي ما أنتوا ماشيين، الظهر بيدن عند الزوال، بعد الزوال بلحظة، العصر عند ظل الشيء مثليه، عند غروب الشمس تصلي المغرب، لما يطلع الفجر أنت مالكش دعوة بيسافر ويروح فين؟ ظهر في امريكا وبعدين بقى في انجلترا وبعدين بقى في فرنسا وبعدين جاء في دول حوض البحر المتوسط، كل ده كان يقطع في سنه. فهمت ازاي؟ ده هو يعمله في يوم واحد، لكن انتوا قاعدين بتصلوا في ايام كل عاديه. فهمت بقى؟ قدره له قدره. شفت كلام النبي قوي ازاي؟ كانوا زمان مش فاهمين الفقهاء ان المسافات دي تقطع بالسرعه دي، فقهاء القدامى. فقال لك اصل ربنا هيأخر تحرك الشمس ويخليها تتحرك ببطء شديد اول يوم، مش هيغير الاكوان عشان الدجال، هو اهون على الله من ذلك، لا يغير النظام الشمسي. النبي قال هو اهون على الله من ذلك. فهمت؟ لكن هو هيمكنه الله من وسائل حديثه بحيث ان هو يستطيع انه يمطر الامطار. يعني هو الان عندهم قدره ببعض الغازات لما يوجهوها للسحب يقوم يخلوا السحب تمطر، او ببعض الطرق معينه ان يقدر، لدرجه ان هم هيوصلوا لمرحله ان يدي لك صور بدون شاشه مجسمه ثلاثيه الابعاد بدون شاشه. فهمت ازاي؟ يعني يجعل لك كده الفراغ هو الشاشه، الفراغ اللي امامك ده، فيقوم يهيئ لك صور، يقوم يصور لك مثلا ايه؟ العذراء. دول شوف العذراء جت، يقوم النصارى يسجدوا لها، يا سلام، زي ما عملوا كده. واخد بالك ازاي؟ هو الوقت هتطلع تلفزيونات على فكره بدون شاشه وثلاثيه الابعاد. يعني ثلاثيه الابعاد يعني ايه؟ يعني تجد امامك الممثلين والمذيعين وبتاع بيتحركوا في الصاله عندك وفي الريسبشن، وهي مجرد اوهام موجات، هم لا وجود لهم، لكن انت شايفه. تصور يقوموا ايه؟ يخيلوا الناس، يطلعوا لهم صورة المسيح، يقول لهم ايه؟ اعبدوني. يسلطوها، يخليها له جايه لهم من السماء، السماء بقى فيها صورة المسيح، يقول لهم اعبدوني. كل دي فتن للدجال خطير هيعملها. واخد بالك ازاي؟ وهم حاليا بيفكروا في كده، بيفكروا في ازاي يمطروا السماء وازاي يمنعوا المطر. يعني في بعض الغازات تخلي ايه؟ اذا انتشرت تمنع ان السحاب ياتي فوق هذه المساحه من السماء، فيقدر يمنع المطر من مساحه معينه فينتشر الجوع، ويجعلوا يركزوا السحاب في مكان معين عشان ينتشر المطر، فيبقى في خصوبه في حته وفي فقر في حته، ويبقى الخصوبه هتبقى في المنطقه اللي قاعد فيها الدجال، واللي عايز يشرب وياكل ويبتاع يجي عندي، واللي مش عايز خليه يجوع بقى ويموت. فهمت ازاي؟ كل ده بيحصل بس بالتدريج. وحصل هنا لما صوروا
سورة العذراء في شبرا، كانت تجربة أمريكية على فكرة في حكاية الإيه السور، السور اللي هي تبقى إيه بدون شاشة. فهمت إزاي؟ ليها اسم التصوير ده، ليه اسم بقى افتكروه لك أنا، هيولوجرافي أو حاجة كده يعني، ليه اسم هم ليها اسم عنده، لأن كانت الكنيسة المصرية اشتكت من عدة سنوات للفاتيكان إن النصارى المصريين كثير منهم بيسلم وإيمانهم ضعف، فإحنا عايزين نعمل حاجة نقوي إيمان. دي حصل فعلا، فالفاتيكان راح للأمريكان قالوا إحنا دلوقتي النصرانية قاعدة بتنزوي من بلاد المسلمين، والمسيحيين كل ما يقروا عن الإسلام يسلموا، فإحنا عايزين نعمل حاجة إيه نقوي إيمان المسيحيين بما هم فيه إيه على ديانتهم. فكانت في الفترة دي عايزين يعملوا تجربة حكاية السور إيه في السماء كده بدون ما يبقى في شاشة، فقالوا والله فكرة، إحنا نعمل لهم سورة الصليب وسورة مريم فوق الكنيسة في السماء كده، والناس تجتمع والله أكبر الله أكبر ما شاء الله، وكله بقيت الكنائس مزدحمة ما شاء الله، والنصارى إيمانهم قوي في الكفر، واخد بالك، الحمد لله، واخد بالك، وأدت المهمة. كل دي تجارب، عارف هيعملها الدجال، لأن الدجال حاليا مقيم في أمريكا بيقود أمريكا من الباطن، وكان أيام دولة المستعمرات كان مقيم في إنجلترا، هو بينتقل لكن هو موجود بيقود الشر من الباطن. فهمت بقى؟ لكن لازم تبقوا فاهمين. فيعني تقارب الزمان والحاجات دي احنا عايشينه، فهمتني بقى ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هيشير للسماء تمطر، ما عندهم الوقت بيعملوا كده، يعمل اجهزه معينه وغازات معينه تطلع وبتاع بعد 6 ساعات تجتمع السحب ويعمل لها كده تمطر، وهي كلها باجهزه، لانه هو اهون على الله من ان يغير له الاكوان، لكن كلها اجهزه علميه. فهمت ازاي؟ ادي كل حاجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان هو هيقتل الرجل ثم يدعوه فيحيى، قالوا ايه ده؟ الصحابه استعجبوا، فقال هو اهون على الله من ذلك، ان هي احياء موت حقيقي، ده هو ممكن يشير اليه بآله عنده فيصيبه بالاغماء الشديد فيقوم ايه؟ يفهمي كده، وبعدين يشير اليه بآله ثانيه يفوقه. فهمت ازاي؟ فيفوق يقوم الناس يقول يا سلام ده موته واحياه. فهمت ازاي؟ ما دي اللي بتحصل، لدرجه ان هو لهذا الرجل يقول له لا تستطيع ان تفعل في مره اخرى مثل ذلك، هي مره واحده ليك، يعني حتى الجهاز اللي انت عملته واستعملته ده هيفسد بعد المره، ما تعرفش تعمل فيها كده تاني. فهمت ازاي؟ يقوم يسيبه ويمشي لانه دجال. فهمت بقى؟ يبقى يتقرب الزمان مش معناه ان هيوقف الشمس كده وتتحرك ببطء زي ما كانوا بيقولوا الفقهاء بتوع زمان في التقرب، لا، تقرب الزمان معناه تقارب المسافات، معناه العالم كله صار كالقرية الواحدة، ما يقطع أيام النبي في سنة يقطع اليوم في عدة ساعات. أدي معنى تقرب الزمان، لأن لا يوجد زمان بلا ما بلا بلا مسافة بلا مكان يعني، ولا يوجد مكان بلا زمان. لدرجة ان اينشتاين نفسه قال ايه زمكان، ما رضاش يقول زمان ولا يقول مكان، سماها زمكان كده، قال ده في حاجة احنا عايشينها اسمها الزمكان، انت محصور بالزمان والمكان. وعشان كده احنا صلينا الفجر اهو الحمد لله، لكن تعرف ان هم في ماليزيا الوقت بيستعدوا لصلاة الظهر، لما يتغير المكان يتغير الزمن، يعني في ماليزيا الوقت يمكن ايه ابوكوا مثلا قايم يتوضى دلوقتي بيستعد عشان يروح الجامع عشان الدور هيقدم، واحنا لسه قاعدين ما صليناش حتى الضحى. فهمت ازاي؟ تروح امريكا تلاقيهم ايه بيصلوا العشاء، او صلوا العشاء بقالهم ساعتين ونايمين، وهكذا. يبقى يختلف الزمان باختلاف المكان، فما فيش حاجه اسمها زمان محدد كده، لا، ده الزمان لابد تقول زمان في اي مكان. وعشان كده اما يأذن الاذان يقول لك ايه مع مراعاه فروق التوقيت، يعني كل مكان ليه اذانه. فهمت بقى؟ ادي معنى تقارب الزمان. فهمت؟ يتقارب الزمان
ويقبض العلم. يعني انت ممكن تصلي مثلا الفجر هنا والظهر وتركب الطيارة في امريكا، توصل تلاقيهم بيصلوا الظهر برضو. تصور تلاقيهم بيصلوا الظهر برضو، بس انت صليت هنا، تقوم انت تستنى بقى تصلي العصر، خش انت تنام بقى تقول لهم العصر ايه ده، صحوني. شفت قد ايه؟ كل ده وارد بسبب اختلاف الايه؟ يبقى تقارب الزمان. فهمت بقى معنى تقارب الزمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم. قلنا يقبض العلم بايه؟ قبض العلماء، لان العلم في الصدور لا في السطور. العلم ايه؟ في الصدور لا في السطور. لان قد يكون العلم مسطور في السطر، لكن ياتي انسان جاهل يقراه فيفهمه غلط، مش كده برضو؟ يبقى العلم في الصدور ليس في السطور. يعني مثلا راجل عالم كيمياء يفتح كتاب الكيمياء يلاقي ايه؟ صاد كل، يعرف ان ده ملح الطعام، صاد كل ملح الطعام. التاني واحد بقى مش عالم كيمياء يقول لك ايه صاد كل دي؟ دي كلمه مهمله، ده خطا مطبعي، ويروح شاطب عليه يقول لك هو في حاجه اسمها صاد؟ وهو الصاد ده بيتاكل؟ صاد وكل، اكل ايه؟ اكل صاد؟ لا ده جهل، يروح شاطب. شفت بقى ان ممكن يبقى السطر مكتوب صح واحد يجي يفهمه غلط؟ فهمت بقى ازاي؟ لان العلم في الصدور ليس في ايه؟ في السطور. ويقبض العلم بقبض العلماء، حتى انهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هيبقى في كتب كتير يا رسول الله، والقران مكتوب وبين ايدينا والسنه، ازاي يقبض العلم يا رسول الله؟ قال: بقبض العلماء اللي هم يفهموا الكلام، اللي هم يفهموا الكلام. وديك انت شايف داعش حولت القران الى قنابل تفجر في بلاد المسلمين، بسبب انهم قروا النصوص بغير علماء، فطلعوا دين جديد ما نعرفوش، اسلام كاوبوي، اسلام امريكاني ما نعرفوش احنا، ده على مذهب الكاوبوي وايه والامريكان والعالم المجرمين، وليس على مذهب الامام الشافعي ولا الامام ابو حنيفه، ده اسلام جديد ما نعرفوش خالص. فهمتني؟ بالرغم ان هم ايه كل حاجه بيعملوها يجيب لك دليل وراها حديث، سبحان الله يا اخي، وراها ايه. نقول لهم بتقطعوا الرقاب ليه؟ بيقول لك مش ربنا بيقول فضرب الرقاب؟ يا سلام. طب بتقتلوا المسلمين ليه؟ لا دول مش مسلمين، دول كفار، والنبي قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا. طب ما احنا بنشهد. قال: لا، ما انتم ما بتشهدوش زينا. شيء عجيب يا اخي. شفت بقى ان عندهم المعلومات ولكن ليس عندهم العلم، لان مات العلماء. شفت بقى يرفع العلم قبض العلماء. يبقى عنده المعلومه وعنده صحيح البخاري وعنده صحيح مسلم وحافظ القران وكل حاجه، ويعمل حاجه بعيده كل البعد عن الدين لانه ما عندوش الفهم الصحيح. فهمت بقى؟ وتظهر الفتن. الفتن كل يوم والتاني، الوقت يطلع لك واحد ينبذ لك بحاجه في الشرع الشريف ويشكك الناس فيه، في الاحكام وفي القران وفي السنه وطريقه جمع السنه وصحيح البخاري وغيره. واحنا عايشين الفتن دي كلها، درجة ان كثير من المسلمين الان يصبح مؤمن ومصلي معنا الفجر ان شاء الله، يجي يتفرج له على برنامج كده يكفر على المغرب، وفي واحد تاني على المغرب كده يعني كان يمسي مؤمن، ويفتح التلفزيون كده الساعة 12 بالليل يلاقي حوار كده غريب، يقوم ايه يدخل الشبهة في ذهنه يقول: لا ده دين متناقض، فما يرضاش يقوم يصلي الفجر يكفر. فيبقى يأتي زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعني كانوا مرة استضافوا احد الناس العلمانيين زمان، والمذيعة قاعدة مسكينة من دور بناتنا، عندها مثلا 25 سنة بتاع من دور ولادنا، والراجل قاعد يقول لها: ما فيش حاجة اسمها ملايكة، الملايكة دي نوازع الخير في الانسان، فيش حاجة اسمها شياطين، الشياطين دي اوهام اساطير الاولين، الشياطين دي نوازع الشر في الانسان، لكن ما فيش الا الانسان. طب هاتي لي شيطان كده شاوري لي عليه، مفيش. طب هاتي لي ملك كده شاوري لي، مفيش. دي كلها نوازع داخل نفس الانسانيه. تقوم المذيعه تعمل له ايه؟ هي كانت قبل البرنامج مؤمنه ان في ملائكه وشياطين. تقوم المذيعه تقول لهم: اه كفرت. يعني قبل البرنامج كانت مؤمنه، في اثناء البرنامج كفرت، لانها انكرت المعروف بالدين بالضروره.
اللي وارد في القرآن واللي وارد في السنة، ولما يبقى ما فيش ملائكة يبقى ما فيش وحي، ما فيش جبريل، ما فيش قرآن. شفت بقى ازاي؟ وما فيش شياطين، طب امال فين ابليس؟ اتخذوه عدوا. فهمت بقى؟ انكرت. يبقى ايه ممكن الواحد زي ما بقول لك يكفر في لحظه. يعني انا اتفرجت على البرنامج ده عدة سنوات، كنت فاتحه بقيت صعبان عليا البت المذيعه مسكينه. قبل البرنامج كده بنت مؤمنه، وتلاقيها يمكن كانت متوضيه ومصليه، وبعدين جت قعدت استضافت الراجل، وبعدين لما بتقول له كده عندك حق، عندك حق يا مصيبه يا مجرمه، فهمت ازاي؟ كفرت، كفرت مسكينه. شفت بقى ان تنتشر الفتن ازاي؟ ان الانسان ممكن يبقى مسلم في لحظه يبقى كافر في لحظه. زي ما عابوا في النبي، ما هو العيب في النبي كفر. ينتقصوا النبي، يقول لك النبي مات، بولو نجس. ازاي تنسب النجاسه للنبي؟ النجاسه لشيء مستقذر، فكيف تنسب المستقذر لنبي؟ اذا نسبت المستقذر لنبي يبقى اذيت النبي، يبقى كفرت. تصور. ويقولوا كده تبقى قضيه، ويجيبوا مستضيفين. امال كان بيتوضى منه ليه؟ هو بيتوضى من، انت بتتوضى من البول علشان التبول، مش عشان البول نجس او طاهر، عشان عمليه التبول نفسها. لكن لو مسكت خمره وكبتها على 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 هدومك وانت متوضي، مش هتروح تتوضى، هتغير هدومك بس، والخمره نجس. فمش كون النبي بيتوضى من بوله ان بوله يبقى نجس. دي حاجه ودي حاجه. احنا التبول حرام مش حرام، لكن تتوضى منه. طب الكذب وقله الادب حرام، لكن ما تتوضاش منه. يبقى اذا نواقض الوضوء اشياء تعبديه ليست لها عله، فما استنبطش منها احكام. لكن اقول سمعنا واطعنا. هو النوم حرام؟ مش حرام، لكن ينقض الوضوء. طب اكل اموال اليتامى من الكبائر، ممكن ياكل اموال اليتامى ويسمع الاذان يخش يصلي، الله اكبر، مفيش مشكله. حد يقول له عيد صلاتك؟ صلاتك باطله؟ محدش يقول. فهمت بقى؟ يبقى لا علاقه بين نواقض الوضوء وبين حكم الناقد نفسه. لكن يجي لك العلماء عملوا كده، قضايا كثيره اثيرت في هذا الزمان بنفس الطريقه. ادي ينتشر الفتن، فهمت بقى ينتشر الفتن ازاي؟ كده كله بيتكلم، كله بيتكلم في وقته. درجة يجي لك واد مذيع يقول لك على الإمام الشافعي اللي عمل لنا الصنم الأكبر، وهو أصول الفقه اللي قيدت عقل الناس فقيدت فهم الدين. يعمل علم أصول الفقه الصنم الأكبر. علم أصول الفقه علم كامل، وهو لو لم يقرأه، والله لو قرأه ما كان قال كده. فهمت ازاي؟ وتلاقي ايه ليه مذيعين كتير. مذيعين يعني ليه ناس كتير تسمع البرنامج بتاعه، وناس كتير تدخل مداخلات. ايوه. حاجه غريبه. وبعدين يدوا له مساحات كبيره في الاعلام وانتظام عجيب. ده صاحب القناه ده على فكره له فكر معين. الله اعلم، انا ما اعرفش، انا ما اعرفوش شخصيا، لكن اكيد له فكر معين. لان يجيب لك توني خليفه، ويجيب توني خليفه، يجيب الواد ميزو. ميزو ده اللي هو محمد نصر. ويجيب معاه شيخ ازهري مش عارف يرد عليه. مش عارف يرد عليه. علشان يبين ان الشبهه اقوى من الرد، يقوم يرسخ الشبهه في نفوس المستمعين. ادي بقى انتشار الفتن. شوف اللي احنا عايشينه يا سيدي، وتنتشر الفتن، تظهر الفتن، نسال الله السلامه. الوهابيه يظهروا الفتن. الناس طول عمرها عارفه ان استوى على العرش صفه فعل، لا هو يجعلها صفه ذات. يقول الحمد لله المستوي على العرش. هو ربنا قال انا مستوي ولا استوى؟ الفعل ولا الاسم؟ يحولها صفة الفعل إلى صفة ذات. يوم إيه؟ يشعر الناس بعد ما كانوا مؤمنين حلوين وأن الله لا يدرك، أن الله في السماء وأنه جالس على العرش وأنه جسم. شفت؟ طيب. ويعملها موضوع خطبة جمعة. يعملها موضوع خطبة جمعة. يعمل موضوع خطبة جمعة إن النبي مات ولا ينتفع به، وإنه خلاص ولا ليه لازمة تروح تزور قبره. مش بيعملوا خطب جمعه من هذا النوع؟ يعمل خطبه جمعه في ان ابو النبي وام النبي في النار. هل هي دي المواضيع اللي تهم المسلمين الان؟ شفت بقى تظهر الفتن ازاي؟ تظهر عشان تعرف ان احنا عايشين فيها. بس انا بدي لك امثله اننا عايشين فيها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلقى الشح. طبعا كلما الناس تزداد غنى والفقراء يزدادوا فقرا، ولا يزداد الفقير فقرا الا بشح الغنى. والان الناس كلها بقت تتعرض للرصاص من اجل ايه؟ المساواه
ولقمه العيش ومن اجل الفقر ومن اجل بتاع، وناس ثانيه معاها مليارات تعجز اجهزه الكمبيوتر عن حساب ما يملكون. شوف بقى يعني ارقام عجيبه قدام، يعني اصفار قدام ارقام انت تعجز عن قراءه هذا الرقم. يقول لك ده ثروتي كذا، ثروتي 1 × 10 ÷ 20، يعني قدام 20 صفر. طب اقرا انت بقى 10 قدام 20 صفر، ما تعرفش تقراها، يعني ثروته لا تعد. وبالرغم من كده تجد فقراء بالملايين في كل العالم. فهمت بقى؟ يعني احنا لان انتشر الشح، لا ينتشر الشح الا اذا انتشر الفقر. وازداد غنى الغني وفقر الفقير. فهمت ازاي؟ كل ده وارد، كل ده عايشينه. ويكثر الهرج، قلت لك الهرج اللي هي الايه؟ الفوضى الخلاقه. يكثر الهرج، لان انت بتقول ايه الحكايه دي؟ ايه الهرج اللي بتعملوه ده؟ يعني ايه الدوشه التي لا ضابط لها؟ مش كده برضه في لغه العرب كده؟ يبقى الهرج هو كل شيء لا ضابط له. فاذا كان شيء لا ضابط له في سياسه الناس انتشر القتل. وعشان كده النبي فسر الهرج، قال القتل القتل، لانه طالما يزول السلطة الحاكمة مع انتشار الجهل وانتشار الفتن والطمع يحصل ايه؟ ده يقتل اخوه على طول. فيبقى النبي عرف الهرج بما يقول اليه لا باصل معناه. عشان كده النبي لما قالوا له ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. فاهم؟ والهرج هو الايه؟ الفوضى الخلاقة. يبقى النبي تنبأ بها. شفت بقى؟ في الاحاديث. ويكثر الهرج، قالوا وما الهرج؟ قال القتل صلى الله عليه وسلم. وده اللي احنا عايشين فيه بالظبط، يعني كل يوم انفجار. يبقى ولادك رايحين الجامعه وخايف لا ينفجر فيهم انفجار ويموت وما يجوش. واحده ست نازله تجيب شويه خضار وسايبه عيالها في البيت، يمكن ينفجر فيها انفجار وتموت ما ترجعش تربي عيالها. كل ده اللي احنا عايشينه، قتل في قتل في قتل بطريقه غريبه الشكل. حتى ان اللي بيدافعوا عنا بقوا يقتلوا. يعني المفروض الجيش ده هو اللي بيدافع عنه، بقى هو نفسه معرض للقتل. الشرطه نفسها اللي هي بتضبط الامن والامان اصبحت تخاف من المجرمين. شوف قد ايه هرج. بقى المجرم يدخل على اسم الشرطه، يقوم الشرطي يدخل يستخبى ويقفل باب الاسم ويستخبى خايف من الحرامي. شفت بقى؟ شفت اللي وصلنا له؟ احنا كنا زمان نقول للحرامي هجيب لك الشرطي يا بوليس، يقوم الحرامي يجري. دلوقتي نقول للبوليس يا حرامي، يجري البوليس. يعني تغيرت الاحوال. وعن ابي قال حدثنا عبد الله. انا عايز بس تشوف ازاي النبي بجوامع الكلم بيوصف الواقع كان النبي لسه عايش قاعد بيكلمنا وعايش الاحداث وبيقرا جميع الجرايد وبيسمع جميع قنوات الاخبار والنبي بيلخص لك الحال. يعني ايه؟ كانه بيقول لك الموجز وعليك انت التفصيل بقى. فده موجز الاخبار النبوي للواقع اللي احنا عايشينه فيه. اهو تقارب الزمان، قبض العلم، ظهور الفتن، يلقى الشح، يكثر الهرج. تلاقي كل اللي احنا عايشينه هو ده. لو حاولت تلخصه مش هتلاقي الا الخمسه دول. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الزهري ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم، ثم ذكر مثله. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم، ثم ذكر مثل حديثهما. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن ابي بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا ابن نمير وابو كريب وعمر الناقد قالوا حدثنا اسحاق بن سليمان عن حنظلة عن سالم عن ابي هريرة قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره كل دي توثيق للخبر الاول، مش تضييع وقت على فكره، عشان ما تقولش الخبر ده احال، ده ممكن يبقى شويه السلسله دول اخطاوا. لا، ده يجيب لك بقى عشرات السلاسل علشان يقوي الخبر، يعضد الخبر.
انك صدقت، ده كلام النبي. فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره حا قال وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي يونس عن ابي هريره رضي الله عنه كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري عن حميد عن ابي هريره غير انهم لم يذكروا ويلقى الشح. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن ابيه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يترك عالم حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا وهبية. يعني اتخذ الناس رؤوسا وهبية جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فإياكم إياكم. وربنا يصرف الاتجاه الوهابي اللي انتشر في الأزهر الشريف، يا رب يا رب اصرفه بحق حبيبك المصطفى. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد وأبو معاوية حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة وابن نمير وعبدة حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثني أبو بكر بن كنافع قال حدثنا عمر بن علي حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة بن الحجاج كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير، وزاد في حديث عمر ابن علي ثم لقيت عبد الله ابن عمرو على رأس الحول يعني بعد سنة، فسألته فرد علينا الحديث كما حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بيعملوا لهم اختبار، يعني هو سمع الحديث من عبد الله ابن عمرو من سنة، فقال لا يكون اختلط عليه ولا حاجة. بعد ما قابله بعدها بسنة سألوا على نفس الحديث، قالوا بنفس النص، يبقى بيختبروا كمان عشان يستوثق الخبر. فهمت ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله ابن حمران عن عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني ابي جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث هشام بن عروه. وعن ابي قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابو شريح ان ابا الاسود حدثه عن عروة ابن الزبير قال قالت لي عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، لأنه كان جاي من مصر، فاللي بيجي من مصر يعدي على المدينة الأول. فاهم؟ كان جاي من مصر قاعد مع أبوه في مصر، وبعدين كان يحب يروح يحج، فاللي بيجوا الحجاج مصر بتروح على المدينة الأول. سيدنا عائشة قاعدة في المدينة، فعرفت ان في قافله جايه من مصر للحج في عبد الله بن عمرو. فهمت بقى؟ فقالت يا ابن اختي بلغني ان عبد الله بن عمرو مار بنا الى الحج، فالقه فسائله فانه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. يا بس انا عايشه ايه؟ بايه بتحض على كثره المشايخ، مع ان هي قاعده بتعلم عروه طول النهار، وهي من كبار علماء الصحابه، الا انها برضو ايه؟ ما تكتفيش بعالم واحد، لان قد يكون هذا العالم ما عندوش علم في جانب اخر، فتروح لاخر يكون عنده علم في جانب اخر حتى تكتمل الصوره عندك. وكلما كثرت المشايخ كلما ازدادت سعه الافق. فاهم؟ عشان كده كانوا يتباهوا، يقول لك الامام البخاري له 1000 شيخ، يعني يتباهوا ان الامام البخاري ما خدش العلم عن شيخ واحد، ده 1000 شيخ. فهمت؟ قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته، قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة حتى إذا كان قابل، يعني العام اللي بعده، قالت له إن ابن عمرو قد قدم،
فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. بتختبره بقى، عايزة تستوثق انه فعلا سمعه، ما كانش حديث عابر كده وعب. قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. اختبار، استيثاق الخبر، سنة من أيام الصحابة يستوثقوا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب إن الكنيسة الأوروبية كانت بتبعت مستشرقين أيام عصر المماليك يعيشوا في الأزهر ويسلموا ويلبسوا عمة ويحفظوا القرآن ويتعلموا اللغة وهم كفار، تبعتهم مخصوصين كده مبعوثين عشان يخبروا الكنيسة بمستوى العلم الأزهري، لأن هو ده اللي كان بيشاع العلم من خلاله، لحد ما وصل مرحلة الأزهر عايز ينهض نهضة علمية كبيرة، واخد بالك؟ أخباره الكنيسة، الكنيسة قالت لنابليون بونابرت، كان أيامها نابليون بونابرت مشغول في حروب في أوروبا، قالت له مفيش داعي لأوروبا دلوقتي، روح الأول على مصر، اقتل لنا علماء الأزهر، وجابت له أسماء 100 اللي هم هيشيلوا النهضة، 100 اسم تقتلهم وتنك تيجي بعد كده تتفرغ لغزواتك. وجاب الفعل نابليون بونابرت وقعد هنا سنة واحدة، كان يقتل 3 علماء من الأزهر يوميا حسب الاسم اللي جاله، يقتلهم بالرصاص في ساحة الأزهر دميا بالرصاص، لحد ما مات قتل 100 وبعدين ساب كليبر وراح هو لأوروبا لأنه أدى المهمة، واخد بالك؟ وبعدين كليبر قعد، وبعدين قتلوا سليمان الحلبي بسبب لأنه كان طالب أزهري وشاف مشايخه بتقتل كل يوم، واخد بالك؟ فقال لا ده لازم يتقتل، فتربص بيه وقتل كليبر. فمينو كان قائد ضعيف، فلما لقى الحكاية كده نابليون سابهم وكليبر مات، قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وأسلم، وجوزوني واحدة مسلمة، جوزوه واحدة وخلف واحد اسمه يوسف وبقى الحاج مينو، وقعدوا 3 سنين ومشوا سابوا مصر. كان هدف الحملة الفرنسية وأد العلم بقبض العلماء، خد بالك، هم درسوا في الأزهر وعرفوا الأحاديث دي وعرفوا إن العلم مش هيقبض إلا لو قتلوا العلماء، فهمت ازاي؟ فراحوا يقتلوا العلماء علشان ينتشر الجهل في المسلمين فيسهل سياستهم وقيادتهم. شفت بقى اللعبة؟ لازم الناس تفهم ان الحملة الفرنسية جاية من هذه الجهة اصلا، وإلا ايه اللي يعبر ان نابليون ما كانش جاي يحتل؟ لو جاي يحتل يمشي بعد سنة، ولا هي نفسها تجلو بعد 3 سنين وتسيب مصر؟ يبقى هما جايين لهدف، اعرف كده كويس. واللي قايل الكلام ده على فكره محمود شاكر في كتابه تاريخ الثقافه العربيه، رساله في الثقافه، ومطبوع محمود شاكر، هو نفسه اللي قايل الحقائق دي، يعني حقائق كانت معلومه ايامه. باب من سن سنه حسنه او سيئه، من دعا ومن دعا الى هدى او ضلاله. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. يعني الرجل اللي جاب الصدقة ده وشجع الناس تتصدق ده سن سنة حسنة، والنبي اللي حث على الصدقة ما من إنسان يتصدق ليوم القيامة إلا والنبي ياخد ثواب، لأنه سن هذه السنة الحسنة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، نشر فاحشة، أمات سنة، أحيا بدعة، كل دي سنة سيئة، فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. فكن من دعاة الهدي ولا تكن من دعاة الضلالة.
لأن من دعا إلى هدى أخذ ثواب من اهتدى وهو في قبره، ومن دعا إلى ضلالة أخذ وزر ضلاله وهو في قبره. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة بمعنى حديث جرير. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها بعده، ثم ذكر تمام الحديث. وعن أبي قال فشوف انت دعاة الخير، معلم القرآن، معلم السنة، معلم الخير، اللي ينشر الخير في الناس، كل ما يعمل حاجة يبقى في قبره وياخد ثواب ما ايه ما افتتحه من هذا العلم، واللي يعمل العكس له برضو وزر من عامل بهذا الايه بهذه المعاصي. وعن أبي قال حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري وابو كامل ومحمد بن عبد الملك الاموي قالوا حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قالوا حدثنا شعبة عن عون بن ابي جحيفة عن المنذر بن جرير عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعلشان كده ايه ويحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، أو ده وفق هذه الآية كأن النبي بيصرف بيشرح هذه الآية، يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. فنسأل الله أن يسلمنا ويسلمكم، ونقف على كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.